بعد 3 أسابيع ستكون للتونسيين حكومة جديدة ومحايدة. هذا ما صرح به السيد عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري في اجتماع شعبي نظمته جامعة صفاقس. نجحنا الحمد لله، النهضة اقتنعت في الأخير بأن الطريق الأسلم للجميع هو أن نجلس حول مائدة الحوار الوطني للتوافق حول الحكومة الجديدة اللي بإذن الله سترى النور 3 أسابيع بعد انطلاق هذا الحوار، وأن الحوار هذايا انطلاقه سيكون بإعلان وتعهد من رئيس الحكومة الحالية بتقديم استقالته وعودة النواب المنسحبين لتحديد تاريخ الانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابي، ثم من بعد ذلك إتمام وإنهاء الدستور لنفتح صفحة جديدة في تاريخ الانتقال الديمقراطي. حيث أعرب كل من السيد عصام الشابي والسيد منجلوز والسيد عبد الوهاب مبروك أعضاء الحزب الجمهوري عن تفاؤلهم من مبادرة حركة النهضة بقبول خارطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار الوطني، واعتبروها خطوة إيجابية نحو عودة الهدوء والاستقرار للبلاد، كما أن هذه المبادرة هي بمثابة رسالة طمأنة للتونسيين بإمكانية نجاح المسار الانتقالي في تونس. الإعلان نتاع حركة النهضة احنا اعتبرناه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإن كانت متأخرة وإن كانت كلفت التونس الكثير من مالهم وجهدهم ووقتهم، وقت ثمين خسرناه 60 يوم بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي. الحمد لله أن النهضة اقتلعت وجنبت بلادنا مزيد من الاضطرابات والتعقيدات ولعودة تونس تدريجيا نحو الأمن والاستقرار. أخيرا قبول حركة النهضة بتفعيل مبادرة الرباعي الراعي للحوار وتطبيق بنود خريطة الطريق، ونأمل أنه عندما نجلس إلى طاولة الحوار لا نناقش بنود هذه المبادرة، وإنما نمر فورا إلى تنفيذ بنودها واحترام أجالها. وجود حل للأزمة السياسية، وكان هو اللي ربط وكان طرف في إصلاح ذات البين بين هذا وذاك. الحزب الجمهوري دائما يدعو ويطوق إلى وصول إلى الحلول اللي هي لصالح الشعب التونسي ولصالح البلاد. أسبوعين أو 3 حكومة جديدة تمسك زمام الأمر وتتعهد بالحفاظ بإصلاح وضع الأمن والحفاظ على أمن التوانسة، وتعمل على تجسيد الحياد وتعد البلاد إلى انتخابات تجري في جو سليم وآمن. ما نقصش حتى طرف، نتحاور ونتفاوضوا مع النهضة مع الأطراف الكل، مع النداء، مع جميع مكونات سياسية، غايتنا هي مصلحة تونس لا غير. يستمر الحزب الجمهوري في العمل على احتلال موقع يتلائم مع حجمه ويساهم مع باقي القوى الوطنية الديمقراطية في رسم معالم تونس الغد.